على صعيد نفسه، عقد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جابر الخليل في مبنى قائم مقامية الدجيل اجتماعا مع مديري الدوائر بحضور القائم مقام، وأكد أن الظروف التي مرت بالبلد جعلت البعض يستغلها للتجاوز على أملاك الغير، وهذا لن نسمح به مطلقا. الظروف المرية للعراق مرات كان الارهاب، مرات ضعف الدوله، مرات وراها داعش، كل هذه انطت الناس يستغلون الفرصه انه ماكو مركزيه راح شنو يتجاوزون، ماكو رقابه يتجاوزون. وطبعا انا متاكد هذه التجاوزات ما تحصل لولا هنالك توافق من الجهات اللي الحكوميه في القضاء، والا شلون واحد يتجاوز على شارع؟ يعني انت حدودك تعرفها، وانا من اريد اجي ابني، من اريد اجي اشتغل، هم اسال عن الحدود، يعني المواطن البسيط يسال، فكيف الدوائر هم ايضا تسال على حدودك قبل ما تبلش باي مشروع. فاحنا هذا الموضوع موضوع الشارع، انا ما اقبل فيه نقاش، يعني كل دائره ترتب امورها، احنا راح نروح على المواطنين، اكو قانون يفرض عليهم، اكو شرطه، واكو اجراءات قضائيه يعني تمنعهم من التجاوز. انا ما اقدر افرط من الحق العام، بس هذا الموضوع ما يصير فيه مجاملات على الكل، انه يطبق عليهم القانون. لو كان عليه تجاوز الان او في الماضي او في اي عهد، هو بالنتيجه لازم يشارك.